في هذا اليوم. هو هذا اليوم هذا عيد للعمال، ولكن صراحة كنحس بالغبن والحزن، لأن باقى الطبقة العاملة وخاصة المناولة باقى بعيدة كل البعد عن الحقوق ديالها. وكنطالبوا الجهات المسؤولة وخاصة الحكومة ووزير التشغيل بالضبط، باش هاد الشريحة هذه تحترم الحقوق ديالها في الشغل، لا من لا الحقوق المادية ولا الاجتماعية. وكنحثوا على احترام دفاتر التحملات اللي من خلالها كتفوض هذه الصفقات للشركات، وخاصة من الإدارات العمومية. ما يحز في النفس أن إدارات عمومية كتدوز صفقات لهذه الشركات هذه بواحد الطريقة ملتوية وغير واضحة. احنا كنقابة عندما كنجلسوا معهم باش نفاوضوا معهم لهذا الأمر، كيقول لك الأمور دازت، وكاين هناك بنود اللي كترجع بنا صراحة للزمن ديال اللي ما بغيناش نسميه بشي اسم قبيح، وهو مسألة ديال سميتو ديال الضغط على دائما العامل ما غياخدش الحق ديالو، ودائما هناك ثغرات في هاد الصفقات. كنشكركم على هاد الالتفاته والوقوف كمنبر اعلامي والاتجاه لهاد الطبقه ولهاد الشريحه هذه. دايرينها ما هي هو ماشي حفل، هو عيد عمالي اللي كنعبروا به على الصوت الطبقه العامله. واليوم تحتنا الفرصه على ان لاربع سنوات كنتوقف هاد فاتح ماي لظروف راكم عارفين ديال الكوفيرمون وداك الشيء. اليوم تعبروا على الصوت ديالنا حنا كعاملات نظافه، لان هاد القطاع هو اللي كيعطي اكثر وكياخذ اقل، خاصة العاملات بالمؤسسات العمومية التعليمية. مجردين من الحماية الاجتماعية، ما عندناش تناسس، ما كاينش الحق عندنا في الأجور، ما عندناش تغطية صحية شاملة. يعني كنحسوا بالناس ديال الرميد ولاو أحسن منا، يعني حنا ماشي أجيرات، راه كيحسوا هاد العاملات كأنهم كنقول لك بحال دوك العيالات اللي خدامين في الموقف، ما عندهمش لا تغطية لا حتى شي حاجة، لا حقوق ولا مطالب اجتماعيه. كنطالبوا هاد الناس اليوم في هاد الوقفه ديال فاتح ماي انهم يشوفوا في هاد الفئه ويلتفتوا ليها وينظروا ليها، لانها كتعطي اكثر. عرفتي شنو هي النظافه؟ النظافه راه هي اهم شيء، راه النظافه من الايمان، الا ما كانتش النظافه ما يعيش الانسان. راه خص تكريم هاد العاملات، وخص يكون عندهم الحضور، يكون عندهم كل الواجبات ديالهم وكل المستحقات ديالهم. حنا اليوم كنخلدوا هاد الذكرى ديال العيد الاممي. بالنسبه لنا حنايا راه ما كنسميوهاش عيد، لاننا حنا كنسميوها صرخه عماليه، لان هذا القطاع اللي من 1961 جميع الامور تقدمات في المغرب، ويعني والتغييرات الا ان هذا القطاع هذا ما شملو لا تغيير لا تغطيه صحيه لا تقاعد لا حقوق يعني مثلا شغليه، مع العلم اننا في الادارات خارج وداخل الادارات العموميه اللي كنعطيو واحد المجهود وكنبذلوا واحد المجهود كبير في المؤسسات المغربيه يعني والاداره في الوظيفه. يعني راه الاغلبيه ديالنا في الوظيفه العموميه في جميع القطاعات ديال اللي في المغرب، اللي يعني اللي عندها اي قطاع كتسمع قطاع الماليه او الصحه او الداخليه اللي هي يعني ام الوزارات واللي احنا تابعين ليها. ما نصفاتناش يعني المطالب ديالنا تسويه الوضعيه مع احتساب الاقدميه، ويعني ورفع الاجور لحد الادنى للاجور، لاننا 1500 درهم راه لا تغني ولا تسمين من جوع. يعني بغينا هاد الداخليه وزاره الداخليه انها تلفت لهاد الشريحه هذه اللي تجاهلتها بالمره، هاد الحاله اللي كنشوفوا مثلا ديال التغيير وديال التغطيه الصحيه اللي ما شملتناش ما شملتش هاد العمال والموظفين، ومع العلم انهم في اداره مغربيه. فكيف يعقل لوزاره وصيه اللي هي كتفرض القوانين على الشغل غير على الباترونه وتخلف على يعني ذوك القوانين الشغليه على الخواص وعلى تمن من ارباب العمل حتى من الخادمات، الناس اللي كتشغل الخادمات في البيوت، كتفرض عليهم بانهم يعني يكونوا عندهم قوانين ديال الشغل. لكن كتجي لواحد الفئه عندها في الادارات العموميه
اللي كتنشط مع الموظفين الرسميين ولكن لا 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 حق يذكر لها. وحنا كنطالبوا من وزارة الداخلية ولا الحكومة أنها تنظر لهذه الشريحة هذه اللي كتعطي الكثير ولكن كتقاضى القليل. إذن كنقولوا لوزارة الداخلية أن هاد الناس هادو راهم تابعين ليك، هاد الناس راهم خدامين، راهم كاينين في الإدارة ماشي ما كاينينش، لأن الموسميين راه موسميين، أما اللي كيخدم 30 و 40 سنة راه ما عمرو كيكون موسمي. وقانون الشغل ما تيقولش أن اللي خدام 30 و 40 سنة أنه موسمي.